من هو الأخضر بالريش؟ الأخضر بالريش هو معلق رياضي جزائري من مواليد سنة 1960، يعمل حاليا في قناة بي إن سبورتس. انطلق عمله عبر التلفزيون الجزائري، وهو الباعث الأول لحصة ملاعب العالم الشهيرة في الجزائر. يجيد بجانب اللغة العربية أربع لغات أخرى، وهي الفرنسية والإنجليزية الإسبانية والإيطالية. بدأ الأخضر بالريش كمدرس في بدايته، ثم توجه إلى عمله كمذيع ومعلق في التلفزيون الجزائري في مطلع الثمانينيات. وتحديدا قام بتغطية العديد من الأحداث الرياضية في تلك الفترة، ثم انضم إلى لقناة مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC في لندن لدى إنشائها سنة 1991. وبدأ مسيرة دامت 7 سنوات، تحول سنة 1999 إلى تلفزيون قطر، ثم انضم سنة 2000 إلى قناة أبو ظبي الرياضية. انتقل الأخضر بالريش بعدها إلى قناة الجزيرة الإخبارية سنة 2002، ليحط الرحال بعد عام إلى قناة الجزيرة الرياضية التي تحولت إلى بي إن سبورتس فيما بعد لدى انطلاقتها في 2003. ولم يكتفي الأخضر بالريش بالتعليق على المنافسات الرياضية أو تقديم الأخبار الرياضية فقط، بل قام أيضا بتقديم العديد من البرامج في الاستديوهات وإجراء المقابلات مع بعض الشخصيات الرياضية، وخاصة في إسبانيا. كما قام بالتعليق على العديد من الأحداث الهامة مثل كأس العالم 1994 و1998، ودورة الألعاب الأولمبية لسنوات 92، 96 و2000. وكذلك علق على العديد من المباريات في رابطة أبطال أوروبا والبطولات الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية والإسبانية، والعديد من المباريات المحلية والعربية. ويقدم بالريش استوديو الدوري الإسباني بجانب عدد من الزملاء الآخرين، انطلاقا من مكتب بي إن سبورتس بمدريد العاصمة الإسبانية. التحق بجريدة المنتخب الرياضية في سنة 1989، ثم انتقل إلى الإذاعة الوطنية في القسم السياسي، وكان مقدما للأخبار، وأصبح بعدها معد ومذيع برامج مغرب الشعوب. وفي نفس الوقت كان يعمل مع جرائد كجريدة المساء. ولد سنة 1960 بالجزائر، وهو مازال حي إلى يومنا هذا.